الليلة القادمة هي الليلة الأبرد في المملكة منذ عدة شهور، والمزيد من انخفاض درجات الحرارة متوقع بمشيئة الله تعالى. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. كما لاحظ الجميع، تظهر كميات كبيرة من السحب والغيوم، وحلت الأجواء الخريفية على المملكة بعدما سجلت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة. آخر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت خلال ساعات نهار هذا اليوم تشير إلى وجود كميات من السحب والغيوم المنخفضة إجمالا المندفعة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة، وهي مرافقة لتأثير كتلة هوائية تعتبر خريفية الطابع، يمكن ملاحظتها عبر خرائط درجات الحرارة والتوقعات عبر النماذج العددية. إذ تشير هذه اللون الأصفر وجود هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة التي هي أقل من المعتاد، وهي تعتبر خريفية مبكرة اندفعت من شرقي القارة الأوروبية باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة. وتراجعت درجات الحرارة الحارة كما تلاحظون بالألوان الداكنة الحمراء مبتعدة عن المنطقة والمملكة بشكل عام. يتوقع بمشيئة الله غدا يوم الأحد أن تستمر هذه الكتلة بالتواجد فوق المملكة، وبالتالي تبقى درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة. ويتوقع هذه الليلة أن تكون درجات حرارة أقل منذ عدة شهور، ويستدعي ذلك الأمر ارتداء بعض المعاطف وأيضا الملابس التي أكثر ثقلا مما هو معتاد عليه في فصل الصيف. يوم الاثنين تتراجع هذه الكتلة الهوائية الخريفية وتضمحل تماما عن المملكة، وبالتالي يبدأ هناك عودة للارتفاع المتوقع في درجات الحرارة بشكل تدريجي. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، كما لاحظنا إذن غدا يوم الأحد يتوقع أن تسجل درجة حرارة العاصمة عن 25 درجة مئوية، وهي طبعا درجات حرارة دون المعدلات المعتادة، وهي الأقل منذ شهور طويلة، والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الاثنين 27 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 21 درجة مئوية. ويوم الثلاثاء ترتفع مرة أخرى درجات حرارة إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار، لتعود تقترب من جديد من معدلاتها المعتادة، وتهبط الصغرى ليلا إلى 20 درجة مئوية. وكما حدثنا في النشرة الجوية الأسبوعية، هناك أيضا تباين كبير متوقع درجات حرارة من جديد بعد يوم الثلاثاء. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة عمان يتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا في بعض المرتفعات الجبلية العالية من المملكة بما فيها المرتفعات الجبلية العالية في العاصمة عمان. تكون الأجواء لطيفة مع شعور أو أجواء مائلة للبرودة في باقي المناطق. درجة الحرارة تكون 17 درجة مئوية هذه الليلة الصغرى في العاصمة عمان. تتكاثر في ساعات الليل المتأخرة كميات كبيرة من السحب والغيوم المنخفضة خاصة فوق الجبال، كما ترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت، تصل أحيانا إلى ما يزيد عن 90% في بعض المناطق. هناك حتى فرص لتشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية. أما نهار يوم الأحد فيتوقع أن تسود المملكة أجواء في ساعات النهار معتدلة في كافة المناطق مع درجات حرارة أقل من المعدلات المعتادة. تكون الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح في مناطق عدة مع ظهور كميات من السحب والغيوم، مع فرصة ضعيفة لأن تشهد بعض المناطق خاصة الشمالية الغربية من المملكة زخات خفيفة محلية من الأمطار، ولكن إجمالا تكون هذه الفرصة ضعيفة. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في مدن ومحافظات المملكة. في إربد 27 إلى 18، في عجول 25 إلى 17، و 28 إلى 18 في جرش، 28 إلى 16 درجة مئوية في المفرق. تكون في عمان 25 إلى 17، في البلقاء 26 إلى 18، في مأدبة من 26 إلى 18، وفي البحر الميت من 33 إلى 27 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 28 إلى 18 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك 25 إلى 17، في الطفيلة 25 إلى 19، في معان 31 إلى 19 درجة مئوية، في جبال أشتراب من 22 إلى 17 درجة مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 35 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا حوالي 26 درجة مئوية. في المناطق الشرقية المملكة تكون في رويشد 32 إلى 18، في الصفاوي 31 إلى 16، وفي الأزرق من 31 إلى 17 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية.
بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.